خلك اللي تحبو تشتي وين ما انتي بسامبل كليك. في تونس، سوسة، مستير ولا صفاقس، ما عليك كان تختار الغيستوران بعد ما تيليشارجي لابليكاسيون. ونحنا نوصلو لك الماكلة اللي ديك من 11 متاع الصباح لل 11 متاع الليل. وما تنساش مع ياسير اكسبريس عندنا ديزوفر اكسكلوزيف اكسبسيونيل جمعة كاملة 7 سور 7. اليوم وكل نهار أربعة تمتع 40% من عند أوبو و 30% من عند تاكوس شن. راسين كاري جديدة على EFM من 5 ل 7 متاع العشية مع سامي بن نور. رجعنا في راسين كاري، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، 6 و 4 معاكم حتى للسبعة. باش نعملوا لا روبريك نتاعنا واللي اسمها الزعمة. زعمة زعمة يخرج الجينجل هذا. وين زعمة؟ زعمة درناها المخرج نتاعنا ميسالش، لكنه رقاته هكا وقت قياسي تصم. زعما زعما صحيح واتساب باش يتوقف عن العمل في التليفونات الكل بداية من 2021. قريتها الحكاية ما نعرفش فيك ولا بالحق، برا خلينا نقولوا بالحق. بالحق سي فو فو سي فو 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 غلط صحيح. أه؟ غلط ما غلط لا باش نقول انا الاجابه الصحيحه هي غلط. خاطر غلط ماهوش صحيح. واتساب باش يتوقف عند التليفونات القدم اللي يستعملوا اي او اس 9 ولا 403 اندرويد. نظام التشغيل اي او اس 9 هو برنامج التشغيل عفوا اللي اصدروا في عام 2015 واخر تحديث هو اي او اس 14. 403 اندرويد تعمل في 2011، معناه اللي عندهم تليفونات جدد هما اللي باش ينجموا يستعملوا واتساب في 2021 والاخرين لا. فما اللي نجموا على الزوار اللي كيفنا اللي ما عندهمش تليفون جدد من غير ما نجمعوا بيان سور، فما اللي نجموا يعملوا الميزاجور ويتمتعوا بالابليكاسيون هذه. اما بالنسبه للهواتف اللي ما ينجموش يعملوا لها تحديث باش تخدم برامج اجد باش يتوقف فيها التطبيق. تستعمل واتساب؟ نستعمل ايه. انا تعرفت عليه ما عنديش برشا. مبروك ما عملت عايش ناس مليح طلع. لا ولا بالحق تعرفت عليه فريمون سمارش بيان. ما كنتش انا كنت مستعمل نتاع التليفون طبيعي رغم اللي جيود التليفون اللي اما كنت اباغ ابلي وحتى ولا سيرتو. قداش ضيعت تليفونات؟ ضيعت برشا ضيعت والله. اخيرا مكفي بالك تليفون معناها ولا غلط. وانا نعرف وين ضيعها. يلا زعمة ديما تخليهم في الكهرباء في اي اف ام. زعمة صحيح. فما 20 قطار توقفوا في المانيا لمده 3 سوايع بسبب بجع. اي هذه صحيح على الاخر. هذا صحيح على ما جاو على الاخر. هي بجعه خرجت هبطت تمنع في بجعه شكروها. صحيح هبطت الشرطه الالمانيه بلاغ في 23 ديسمبر قالت فيه اللي تم ايقاف حركه 20 قطار يربطوا كاسل بغوتينغن لمدة إن شاء الله النطق تاعي صحيح لمدة أكثر من 3 ساعات. البجعة هذه قعدت واقفة في السكة نتاع التران وما حبتش تبعد على خاطر البجعة أخرى ونكون بجعة لكن مذكر مات غادي بساقة كهربائية مسكين ومرجعت الحركة فوالا. كان بتدخل رجال الإطفاء والإنقاذ حتى يزوم الاثنين كي نسمع حاجة الحب. الحب حاجة حاجة عظيمة حاجة عظيمة الحب الحيوانات. أنا مش لا حتى عند حتى عند الناس الإنسان كي يحب زاد راهو ليه 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 شوف شوف العقلية والتحضر عقلية البجعة لا عقلية العباد معناها اللي وقفوا الترنوات على خاطر لا وإحنا في المقابل ناس تموت نقتلوا في الكلاب نقتلوا في العباد قطارات. قداش عندهم معروفه فما برشا بلايص فما يتعداو يشقوا الكيسه كاليزيكيغوي يجيو يوقفوا يتعداو لك حتى ليكوري ويعملوا تخفيض سرعه وكل شيء باش يتعداو ليزيكوري اللي احنا ما نعرفش كان في تونس كان عندنا منهم ولا لا حتى كان عندنا نقتلوهم نخيبوهم بجريبه هم ما حيوان ما محلوف أليف وعملنا واحنا صغار شفناه في ديسانيه سينير سينير هو يعيش في الغابه لكن محليه مع الانسان معناه كيقرب للانسان لا يضرش. جسودي كوكالان ماذا بيا تحيه البرنامج راسين كاري تكلمت تعلمت فيه كلمه اونتروت برشا كلمات منهم بجعه. انا في بالي بجعه المنشطه اسمها هذيك هذيك هي حنان انا صغار بجعه هي حنان فما تحيه راسين كاري اليوم جاوبت وما فهمت كلمه بجعه اوتوماتيك لا وصدقت لا والله خاطر والله تعلمت كلمة بجعة هوني وقت حكينا وبعد روحت الدار بالي لو فامو بالي لدونس حنان بجعة بجعة
بجعات للاك دي سيني. تحيه الحنان شغراني وتحيه كل بجعات تحيه ليهم طبعا والمباجيع الكل تحيه الحنان شغراني زميلتنا. يلا زعما صحيح فما شركه بريطانيه تبيع هواء في دبابز للمواطنين بالخارج موجوده اللي يحسوا بالحنين للوطن. موجوده بالله يا سامي فكرتني في فكرتني في شكرا حكيت قبل ماذا بيه فما دليب القاضي هو من 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 اهم لي فوتوغراف في تونس. تحيه لدليب القاضي. دونك دليب القاضي وقت قبل الثوره ثلاثة أربع سنوات عمل اون اكسبوزيسيون في في ميلفوي في مكتب والاكسبوزيسيون كانت دي شو تسميه دي اللي يحطوا فيهم البيبس تيلال دي كانت دي كانت محطوط عليهم دي سلوغان ريفوليسيونير وقت هذاك وكل شيء وقع ايقاف نذكرها اي وفي في هواء الوغ كي هواء الحكم اللي باش يوقفوا له الاكسبوزيسيون عملوا له قضيه من وزاره التجاره كوم كوا يبيع في في الهواء بدون رخصه يبيع في الهواء باسوام ولا في ديليكيد باسوام غاليه كبار برشا الوغ كو هو سيتي دي بواط معناها فارغين وكل دونك وحكموا عليه باش وقف جوست اكسبوزي وقتها وقت الاكسبوزيسيون ذكر هذا وقت بن علي وكل شيء في بريطانيا وبسبب السلاله الجديده نتاع كورونا تعرف انه بريطانيا تعرف ارقام مخيفه قياسية. مخيفه زاده في ارقام القياسيه في الوفيات بسبب الكورونا برشا بلدان فرضت قيود على السفر لبريطانيا واليعني انه برشا مقيمين بالخارج ما همش باش ينجموا بوغ لو مومون يروحوا لبلادهم هذاك علاش فما موقع اسمه ماي باجاج عبد بيبس بالهواء نتاع بريطانيا اللي هو عباره على نسمه من الهواء المنعش وتبيع الشركه حاليا زجاجات من الهواء الحقيقي من انجلترا واسكتلندا والويلز وايرلندا الشماليه باش تزود المقيمين بالمملكه المتحده اللي يتواجدوا في الخارج برائحه الوطن. ريحه البلاد اسمه الماركت. تتكلف الدبوزه 33 دولار والساعه نتاعها 500 مللتر معناها نص سيتر. نص سيتر. يدفعوا لنا حقوق التأليف. ريحه البلاد. حمزموسي. حمزموسي. ياسمين يابا يابا. والوزاره التجاره نتاعهم اكيد مش تشجعهم على البادره وكل شيء مش باش تحكم. اكيد خاطر هي حاجه كوميرسياليزي. اي زعما صحيح فما مناطق في العالم منعت على المواطنين ينحيوا البافيت باش يتكيفوا اذا كان عملوا لهم وي فما مناطق في العالم منعت على المواطنين انهم ينحيوا البافيت باش يتكيفوا يتكيف معنى ما يتكيفش ولا يتكيف بالبافيت هذا انا منعش حتى الاخرين نعرف فما هذه ما عندي حتى فكره وي سي بوسيبل يعني ممنوع انك تنحي البافيت باش تتكيف هذا المعنى لا ما اظنش صحيح ولا غلط لا غلط ليه غلط غلط صحيح هي ما تنجمش تكون ما تنجمش تكون دونك غلط اي من المفروض غلط جميله صحيح 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 كان هذا في اوت 2020 نحكيو على زوز مناطق اسبانيه لا غاليس ولي كناري وين منعوا على المواطنين لما ينحيوا الماسك باش يتكيفوا كي يبداوا في الطريق العمومي هذا في حال ما فماش مسافه زوز مترو ما بين اقرب شخص ليك. سا بوس ان بو ريديكول كومام خاطر توا امنع الدخان كومبليتمون تقول نمنع الدخان في 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 الفتره هذه نتاع الكورونا انك تمنع انه ينحي البافيت بور كي تيري اون تاب بور تيري اون تاب هو دو تاب ليه ما كي يولي فما تجمع قراب لبعضهم هكا ونحين اي ميم حتى في الشارع يا لوخ. في الشارع زاده يلزم على الاقل عندك مسافه ما بيناتهم انت تكيف وعبس تطير قدامكم خلي زوز متر ونقز لك واحد مستح يجي قدامك واش تعمل؟ ما ينجم يكون كان ابراهيم نقز مستح هذا انت ابراهيم. يلا نسمع النغم تاع اليوم حاضر باجا حاضر النغم هذا استنى شويه اون توكا احنا مازال عندنا اسئله وبعد شويه مانيش باش نعملوا درجي اللعب اقتراح اني انا ديمقراطي فاقتراح جميل قبلته انا و دونك 2000 يوفى يوفى العام ديمقراطي امبوتي امبوتي يوم ليك يوم عليك يلا الله EFM غدوة السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع ريف ماج البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق.
التسعة ونص تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبينال مدي ساعتين يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4، 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرويح من القراية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا اليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706 في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM غدوة السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع الرف ماج، البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. التسعة ونص تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبينال مدي ساعتين يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4، 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرويح من القراية والخدمة، سامي بن نور وبقية غاسين كاري جديدة على EFM من 5 إلى 7 متاع العشية مع سامي بن نور. رجعنا في غاسين كاري. شيخ من هذا الاثنين والربح متواصل، ما زالت الاجواء احتفاليه معانا، ما زالت في اي اف ام. دونك اي اف ام احلى راديو كبرت بكم 9 سنين تعديوا بمحبتكم ووفائكم وعلى خاطركم تستحقوا احسن ما فما. كنا طلبنا منكم انكم تبعثونا لي اس ام اس على اي اف ام
عفوا على 58801 تكتبوا فيهم يا فهم. جاونا برشا مساجات وعملنا القرعة ومعانا مباشرة سعيد الحظ اللي ربح معانا أمبون دشاب قيمة 200 دينار من هدايا. مبروك معانا رامي قطاطا. مرحبا بك رامي. عسلامة سامي. مرحبا بك سيدي. رئيسك تكلم فينا منين؟ من أريانا. من أريانا. شو تعمل في الدنيا؟ انجينير انفورماتيك. علاش ما هجرتش لألمانيا ولا فرنسا؟ اسكو سي ان شوا ولا عندك خدمه باهية هوني؟ دي زونجاجمون فاميليال. كان ما جاوش عندك لي زونجاجمون؟ اذا ما عنديش زون دو كونفور في تونس بيان سور. وتوا سافا امورك باهية في تونس؟ الحمد لله الحمد لله. خاطر انتوما لي زانجينيور نعتزوا بكم وبالكومبيتنس نتاعكم. وحتى كي تعرف انه يمشي لفرنسا يقول له اون ريكروت ان تونيزيان مش اون ريكروت ان انجينيور. هذه حاجه فيها الفخر معناها لي برشا اللي يمشيوا بطبيعه الحال. مش ديما انه يصير لنا دي انسيدون مع ناس تكون موجوده في الخارج، ولكن فما برشا ناس بطبيعه كي يمشيوا يشرفوا بلادهم بمعرفتهم وبالكومبيتنس نتاعهم ومنهم لي انجينيور اون انفورماتيك. مرحبا بيك. دونك متزوج رامي؟ اي عندك صغيرات؟ قالك عندي زونجاجمون. كل والدته مثلا هو في السينيك نتاع مراه. قلت لك نحي الاندفاع. مبروك العائله يا شد خلنا صفه من صفات الشباب الاندفاع. خلنا هنيو مبروك سيرامي. مبروك زواج. مبروك عايشك. والله اللي سمعته الراجل شقا اسكو عنده صغار ولا قال ما زدتك تزوج. ان شاء الله مبروك عليك. ما زدتك تزوج. عندي 3 سنين معرس وعندي وليد. اي مبروك سيدي. اي تربى في عزك يا سيدي. دونك كيما واحد نعرفه وين هكا زاد عنده ليل زميل سي رامي. دونك ربحت معانا لو بون داشا هذا من اهداء مبروك بقيمه 200 دينار. دونك احنا الكل هذايا بمناسبه الاحتفال ب 9 سنين عيد ميلاد يا فام. دونك تسمع يا فام بطبيعه الحال في الصباح راف ماغ والعشية راسين كاري في المرواح وفي المشيان للخدمة. هاي سبيان ديما قوي شوية في الدوزة تولي تسمع حاجة أخرين، ولكن مرحبا بيك مستمع وفي الإي اف ام. مبروك عليك يا سيدي. إن شاء الله كل عام وأنت بخير وإن شاء الله ديما تقعد موجود معنا مستمع وفي لإي اف ام. الالتزامات العائلية. واحد عنده جد، واحد عنده جد، واحد عنده جد عليك، واحد شيخ على جد، واحد عنده أخ، قطوسة، عنده أم، عنده قطوسة، عنده بو، قطوسة، حصان، كلب، كناري، اللي وغيره، زوجة، أولاد، هذم كل التزامات العائلية تسميها. فما ناس أنا نعرفهم ما مشاوش لبرا باش يكملوا قرايتهم على خاطر وقتها والدهم يكون مريض ولا عندهم حد. وي تبريره الناس طالع على الاترانجي خاطر الوالدة. واحد عنده منشط ومنجم ما ينجمش يبدل. تلمو يحب المنشط بتاعه ما ينجمش يمشي لبقعة أخرى. المنجى والمنشط والمنجى زاد والمخرجة. ذكريات انس مع التلفزه الايطاليه قبيله من قبيله. انس سامي يقول ربحات ديما نساء توا راجل اللي ربح. تتفكر فما برنامج كان فيه منج مقدمه ايطاليه كي ديما يكلموها نساء يكلموها راجل وومو وومو شو اسمه ماريزا لاوريتو كانت تقدم في ماريزا لاوريتو. اي اي ليغوند تبارك الله. برشا يا محليلات نابوليتان. عندي سؤال رياضي ليك سي انس. به انا لوج على حارس مرمى. حارس مرمى الشهير عمل يعني كارير متميزه بطبيعه الحال. يعني الاسم هذايا لمع في الانديه الاوروبيه. ما نقولش الجنسيه منين ولكن تنقدم معاك 20 جويليا لمعة في السماء ديما لمعة في السماء. انا كان يعجبني كغارديان 20 جويليا 55 اليوم عمره 65 سنه متر و83 لعب في بلاده في الفرق في بلاده وبعد لعب اسبانيول برشلونه من الفرق الاسبانيه اللي لعب فيها اسبانيول دو برشلونه. اسبانيول دو برشلونه اي ايش لعب في هذيك الانديه عطيت يلعب في اسبانيول دو برشلونه. بطبيعه الحال كان هو الحارس نتاع منتخب بلاده. في الكارير نتاعو اللي تي ديزيني مارتين اللاعب الافريقي للسنه
79 اسمه الكاميروني 1982 الكاميروني نكونو هو توماس نكونو. ربحت التحدي انا صرفنا كل بكي رغبتنا قدام الأمم أعطانا الإجابة واحد فينا أعطانا الإجابة قديش من قرديان أفريكان لعبوا في الاتحاد الأوروبي جوزيف أنتوان بيل كان جوزيف أنتوان بيل ونكونو هو اللي في إسبانيول نكونو ولد أنتوان بيل ما تقزمش أنس من فضلك لا أنا إذا كنت يوما بنفسي فخورا ففخري يعود إلى أنس بن إبراهيم انا حسن بعد من معيني مش عامل فيلم عليه اسمع الجمله العربيه صحيحه معناها شعر جعفر ماجد اختي يقول اذا كنت يوما بنفسي فخورا ففخري يعود الى القيرواني الله 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 يرحمه. شكون الرياضي اللي ديما يلعب في المباريات النهائيه باللون الاحمر ماهوش فوتبولور بيان سور؟ إذا كان نقول رياضي في مباراة نهائية بلون الأحمر معناها هي رياضة فردي تنس ينجم يكون بوكس بوكس ينجم فولي بول خاطر الباسور في الفولي بول الباسور في الفولي بول لا نابال دغوا في إكيب فردية مواليد 75 مواليد 75 ايه شنو هي الرياضة يستعمل آلة في رياضته سيفه لا ما يستعملش آلة ولكن يستعمل أداة يعني بيرش رمي الرمح رمي الرمح رمي الرمح خف بالزينة نحبها رمي الرمح. قرا في جامعة الشهيرة ولليوم كي تمشي للجامعة ذي ترقى معناها واحدة من التصاور المعلقة فيه لا أكلي اسمه هي جامعة ستانفورد وودز تايجر وودز بيان سور كي تشوف التصوير بيان سور كي تشوف التصوير الجولف الجولف شفت واحد يضحك شكرا لجماعة برافو ديجيتال يستبيخت باللون الأحمر بهاي الإجابة هو لاعب جولف يعني محترف من أشهر وأنجح لاعبين نتاع الديسيبلين هذه من أكثر الرياضيين اللي يربحوا زادة ويخلصوا بدا بغرام وبالجولف من اللي عمره 3 سنين حتى وصل ل 18 سنه ولا بارع في الجولف وتعدى في ليميسيون الشهيره جود مورنينج امريكا. طول فتره دراسته في الجامعه اخذ برشا القاب من بطولات الجولف الامريكي الهواة قبل ما يولي محترف في 96 تحصل على برشا بطولات اهمها بطوله الماسترز 4 مرات 2001 2002 2005 و97 بطوله رابطه محترفي الجولف الامريكيه بي جي اي 4 مرات 99 2000 2006 2007 أمريكا المفتوحة 2000 2002 2008 الجولف المفتوحة البطولة هذه 3 مرات زادة 2000 2005 2006 لاحظ المتابعين أنه ديما يلعب مباراة نهائية باللون الأحمر وكان هو علق الحاجة ذي في تصريح قال أنه اللون هو البورت بونور بالنسبة لأمه ومن اللي قالت له على الحاجة ذي ولا في الأحداث المهمة في حياته يلبس اللون الأحمر باش يجلب له الحظ اللون الاحمر جلب له الحظ وجاب له برشا فلوس هو رقمي لي ميو بيي في العالم هو اشهر برومي ميجا ستار انترناسيونال بتاع جولف خاطر قبل جوره جولف يعرفوهم كان الخاصه وبلاك سورتو بلاك خاطر الرياضه محتكرينها فوالا وكانت في نيش صغير لا فيغاليزي هو نو سولمون اللي بلاك وعنده عرق زاد فيتناميان وي ودو معناتها لي سيز اكسبلوا معناتها هو صغير معناتها انجازاته الكبيره هو صغير في العمر خلت منه اول نجم معناتها معناتها نجم معناتها بطوله جولف كانوا يتفرجوا فيها سوبر ستار ولات لعبات تتفرج تشوف في تايجر وود هذاك عليه كان اول نجم الحقيقي في الرياضه صحيح اخسي انس عايش كسين فانا هو قرن تعمل اول جهاز لعلاج الربو الفشفشه الناس يستعملوها في الفد فشفشه الربو ربو الآلة هذيك اللي وي القرن الثامن عشر واللي هي بدلت في حياتك الثامن عشر الثامن عشر صحيح؟ تعرفت ابراهيم؟ لا 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 ناس قال لا والله قلت فرد وقت وخاطرش قلت قلت 19 سي با سي كلاسيك 1778 اخترعوا اول جهاز لاستنشاق وتدخين الافيون لعلاج السعال كانوا بالافيون اي في عمرها توا الناس كل عامله روحها مريضه بالرب في 1800 ما خدت بوغ كلمي خويا جوزيف فيرالكو واحد ربو افيون 1858 اخترعوا اول جهاز استنشاق محمول على تهزوا معاه كان معمول عافانا عافاكم الله لمرض السل بالاساس في 1864 اخترعوا اول بخاخ تنفسي بخاري اللي فيه البخار نتاع الماء المغلي
وفي عام 1919 ولا فما محلول الاستنشاق وكان أكثر واحد يستعملوه في علاج الربو. دونك هذه المراحل بتاع الناس إن شاء الله ربي يعافي الناس كل. يلا إي ناس في إيفام أنفو ترافيك. إيفام أنفو ترافيك. عسلامة ومرحبا بكم على إيفام. في تونس فما ضغط كبير والحركة زادت تعطلت على لوتوروت أن أن من ديبوزفيل للكبارية. على جي بي 5 فما تعطيل للي جايين من السيدة الخزنة دار يرجع تعطيل نيفو داندين في اتجاه منوبة. فما ضغط كبير على الإخ 33 في اللاك 2 نيفو سفارة أمريكيا. كيف كيف على جي بي 10 الحركة رزينة في سيدي داو نيفو المركز التجاري. على جي بي 7 الحركة معطلة للي جايين من داندين في اتجاه وادي الليل. فما ضغط كبير في دخلة العوينة في اتجاه سكرة. في سوسة فما تعطيل على طريق الحزامية نيفو فوي غزالي. في صفاقس الحركة معطلة في طريق تونس نيفو سقية الزيت من جهتين. سينون الحركة تبقى عادية في بقية الولايات. نشكر كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك إيفام أنفو ترافيك. واللي عنده أي معلومة تهم الكياس يكلمنا على 58 550 711. إنا نرجع لكم بعد نصيف ساعة. أساس روحكم في الكياس وطريق سلامة للناس الكل. توا وقت صلاة العشاء في مدينة تونس. كل سبت كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل. انا ما درت رابر و اي اف ام مرت ما زرت الصغير ما كبرت وقت اللي انا مبوج يقول لي انت شدرت كوكي وقال لي مرت صرت اي ام جيت ان ها صرت صرت جرماك خلي الناس الكل تفهم اللي انت جرماك باك باك يا ودي ذا اتاك ودي كليك كلاك رابر تشيك 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 سلام دانك افي ويلي تو ما شاك هذي رابر Sweet rap, old school with rap, and we don't stop. Cookie girl, I get 'em up, hit 'em up, beat 'em up. Rap early, sit 'em up, sit 'em up, sit 'em up. برنامج الراب الأول في تونس رابور. في مازارو ميلانو تمتعوا ب 30% رميز على لي زارتيكل الكل. وزورونا كالعادة في لي بوان دو فونت نتاعنا صفاقس المروج 4 والعوينة. مع مازارو ميلانو البس تونسي وعيش طلياني. شوف المحاين شوف واللي تعدى وصار المسلسل اللي حقق أعلى نسب مشاهدة في تركيا والغدر صار المتحصل على جوائز عالمية. ماهوش ذنبي ما تلوم عليا نحبه وما نسلم فيه يوميا 8:45 دقيقة على نسمة قناة العائلة. بمناسبة افتتاح زانيمو لك أ ورأس السنة زانيمو لك أ تويتكم وتللكم برميز 20% نهار 30 و31 ديسمبر وتحط على ذمتكم خدمة التوصيل المجاني لباب الدار. زانيمو لك أ 21 26 26. مش عام مش اثنين هوني نحكيو على 10 عمرها 9 سنين. من اللي بدينا سمعتونا حبيتوا برامجنا الكل وتبعتونا في أفراحنا ونجاحنا شاركتونا كنتوا مازلتوا وباش تقعدوا أوفوا أحلى مستمعين. Happy Happy Birthday. في عيد ميلاد إيفام التاسع نقول لكم كل عام وانتم بخير بالكادوات والربح ديما فرحانين. من 28 ديسمبر ل 3 جانفي الربح على طول النهار وفي ليزيميسيون الكل. ابعث اس ام اس في إيفام على 85 801 باش تكون واحد من الرابحين. سعر الاس ام اس 960 مليم. عيد ميلاد إيفام بمساهمة ويربول تونيزي لو نيميرو 1 مونديال دو ليكتروميناجي. إيفام أحلى راديو. من الخمسة للسبعة إيفام راسين كاري سيري بن نور. رجعنا في راسين كاري. دونك اون برانسيب احنا نعملوا درجين لعب تو ولكن بانها اخر حلقه في السنه حبينا نعرف يا لطيف وانا محاضر اسئله 2020 انا ما جبتش الزمام اصلا ما غافين غافني فهمت الحكايه. شنو يمثل لك الاحداث اللي مروا بك 2020 عبد الستار؟ برشا اهم ما يتمخكي
اللي صاير في البلاد بالطبيعة ذاك الناس الكل على الناس الكل بو إن كان أنا جلي با بخي مال الحق ما نكذبش على ربي أنا تعرفوني كازانية سكيدو الحق الحق قعدت في داري مرتاح عامل كيف شيخ شبعت بالحديد باعتبار نحب نحدد الحوايج لدرجة أني وليت نبد بالجلس الحاجات محددين نعاود نحددهم من أول وجديد معنا شيخ الحق ما نكذبش بالحق الكوفي برشا شاطروك نفس أي بالحق أي أغلب العباد أنا جاي سيء مع أجي نقول في الهمة تختار على الأقل حاولت نكون معناها نكون بوزيتيف مع روحي مش ما نتأزمش لكن مع هذايا بون فما أحداث بون فما حدث بالنسبة لي كوميم يقعد سعيد جدا هي أني استقلت من الإدارة من الوظيفة العمومية بالنسبة من أسعد من أسعد أيام حياتي أني خرجت من الوظيفة العمومية على خاطر ما عادش تتعاش الإدارة التونسية بالإدارة نقصد خاصة نقصد الإدارة كبلدية تونس خاطر بلدي تونس بعد عدت فيها عمرك وحياتك وخدمتك كل كي كانوا فيها ناس 25 سنة خاطر تعرف إدارة بلدية عكس الوزارات هي بيسيفال فيها الإدارة وفيها المنتخبين بعد بالحكاية نتاع الانتخابات الجديدة بالقانون الجديد وكل شيء جاءوا ناس ما هم فاهمين حتى شيء من الحكاية ودخلوا فيها فرنسي دونك هذيك بالنسبه ليك حاجه فرحت حاجه فرحتني برشا اني حريتك زاد تحت لقيت حريتي لقيت لقيت روحي مرتاح ما عادش فماك الغصره نتاعي الحاجه اللي قلقت بالطبيعه هي بالنسبه لي انا الموت نتاع نعمل ربي يرحمها ان شاء الله اثرت فيها تحياتي لصديقي قيس لاتيري من واشنطن يقول لي انه تايجر وودز عيد ميلاده 30 ديسمبر وهو ينكر اللي هو بلاك تايجر وودز معناها كيما في حكايات حتى هو ميتيس هو ينكر اللي هو بلاك عيد ميلاده معناها هذا الخامس اليوم والأربعين هاي اليوم تحياتي لقايس وترينا مليح قايس حتى في واشنطن ورد بالك على روحك يالله جميلة كيش كانت 2020 والله شو الحاجة اللي أثرت فيك أكيد نعرف يعني على المستوى العائلي هو وفاة والدتك ربي يرحمها فما حاجة تخليني فرحوك ما نعرفش شنو اللي نجم يفرح اجا نقول لك انا ما نحكمش بالأشهرة ولا بالاسابيع ولا بساعات نجم تعدي أشهرة وانت حزين وهكا عندك مشاكل ولكن تجيك لحظه هكا نتاع سعاده تنجم تنسيك في كل شيء مي ليه الحقيقه اللي مراجعه للكوفيد خاطر ساعات وقت اللي ما تتوجعش من قريب تحس اللي المرض بعيد اللي المرض ما ينجمش يطالك المرض ما ينجمش صحيت دونك وحتى كي تخرج وتشوف وكل الحقيقة رو مزلنا بعاد ياسر على خاطر تلقى اللي ناس ماهيش محترمة للتباعد ما همش لابسين لبافيت يحكيوا هكا في جو بعضهم بالحق معناها ذي حقيقة دونك يعيشكم ويفضلكم راهو راي الوجيعة نتاع فقدان عبد عزيز وقريب راي حاجة مؤلمة برشا ومتنجمش أكيد باش نعيش معاها نتعايش معاها ولكن علاش إذا كان في مقدورنا أنه نتجاوزوها للحكاية هذية بحاجات بسيطة ياسر نعرف اللي هي حكمة ربي وقدرة ربي ولكن زادة في مقدورنا انه نحترموا الوسائل هذه باش نتفاداو الوجيعة والحرمان أنس أسكو تظهرت لك أنه 2020 كأن السنة لا تنتمي لسنوات اللي عاشها الإنسان المعاصر بما أنه الكوفيد اللي هو كان حاجة أثرت على العالم بطريقة معناها غير مسبوقة تقريبا منذ 100 سنة ما جاتش حاجة اللي أثرت على العالم بالطريقة هذه هي الحقيقة من 75 سنة من عام 45 معناتها الحرب العالمية الثانية أول حاجة تمس الإنسانية الكل وتأثر على الإنسانية الكل عام صعيب برشا عام سنة عام صعيب برشا وان بلوس اللي أصعب منه صعيب باش تبني عليه معناتها انت على 2021 ولا 2022 ما تنجمش تعمل البلانز نتاعك البلانينج نتاعك اي ما تعرفش واش تعمل خاطر كل شيء دخل بعضه لي بارامتر دخلوا بعضهم عام صعيب برشا عام صعيب مادي كان على الصعيد الشخصي انا فقدت عمتي اثر فيا برشا خاطر هي اخر وحده كبيره في العائله ولد عمتي كيف على الصعيد الانساني كان صعيب برشا اصدقاء تمروا بظروف صعيبه انا بدي خاصه من الناحيه الماديه
بركي ما برشا توانسة جانب كبير من التوانسة. عام صعيب على تونس وربي يسر تونس، عام صعيب على النادي اللي نحبه، معناتها عام صعيب بصفة عامة. الحدث يمكن تقريبا الإيجابي خاصة كي تبدا يخدم واحد مع شكون مثلا في الراديو، تبدا جمعيتك خاسرة ويجي ويبدا هكاك يتذمر عليك، معناتها البرم في عنا أصدقائنا في الراديو ربي يهديهم، حابش يقول شكون ربي يهديك مني. دونك صعيب برشا. الحاجه الباهيه اللي قلت لك حاجه باهيه، يمكن الحدث اللي نور لي حياتي هو سنه جاني طفل، معناتها اللي ما نعرفش معناتها طفل، ما انا في حياتي ما كنتش نحب نجيب اللي عده اسباب اطفال منهم باش ما نظلموش ونقول عليه باش ما يكبرش نهار ويقول عليه جبتني كما فهمتني ولا نجم يسال سؤال اخر زاد باهي يما هو كي جاب احلاه ونحبه وزاد لي هذيك يكون حاجه الباهيه الوحيده. الحاجه الباهيه هذيك احسن حاجه الحاجه في العام في حياتك بابا في خلي في العام لا في حياتك خاطر عندي برشا يا بابا خلي نتكلم انا خاطر انقذت العائله، انقذت اسم العائله يا بابا وانقذت اسم العائله خليني عدم لا نقرش كان انا يا اخي جاب ربي فما يشكون باش يزع علي الحمل نجم اذهب وانا عليك حتى تزيد سته اخرين على الحقيقه. الحاجه الباهيه زاد راسين كاري عام كان متميز الحقيقه، عام معاكم احلاه مع الناس الكل اللي خدمنا مع بعضنا تقريبا فهمتني، كان جو محلاه وفرحان برشا في راديو في اي اف ام هكاو. دونك عام صعيب برشا ونعدي الكلمه لخويا ابراهيم الطايف. شنو السؤال سي كل واحد ابراهيم خليك باش نعاود اللي تقال لا صحيح هو عام صعيب برشا صعيب خاصة أنه كل يوم تفقد كالكان كنت يكوني، أنا ما شاست جمعة ولا شهر ما تفقدش واحد تعرفه من قريب ولا من بعيد، تعرف اليوم العلاقات مش عائلية فقط خاطر العائلات هي الأصحاب كذلك الناس يتعامل معهم اللي تشوفهم كل يوم دونك صعيبة برشا. أنا فماش إيجابيات في العام هذا سي فغي، كنت تجربة في راسين كاري ستاني ما جا تروف بالحق مش نعاود كلام انس، اما ليكيب اللي بوكو بلو سودي فما ليكيب اوسي بيان ليكيب اللي لداخل مناشطين معناها لي كرونيكور كتوا ولا ليكيب اللي لبرا، معناها لنا تحيه الماي تحيه اي طبعا زملائنا اللي في الفجر في راسين كاري الكل الفجر تفوت برج العامري فجر فوالا سينو فوالا عام بالحق عام على المستوى الشخصي صعيب برشا لانني انتمي الى عائله اسمها الفنانين، واحنا الفنانين سنة تعبنا 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 برشا وخاصة الفن اللي عنده علاقة بفن الفرجة بالجمهور اللي عنده علاقة بالجمهور، دونك عام صعيب علينا برشا. والأصعب هو شنو اللي ما عندنا ما نوريه بعد الكورونا، وهذه اللي انا متخوف منه كذلك اكثر من اللي متخوف من انه اليوم مش قاعدين ننجو، مش قاعدين نعملوا في مسرحيات، مش قاعدين نعملوا في افلام، هذا ما يخلي الفرجه باش تكون ما فماش فرجه بعد الكورونا. سينون كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله الامور تتحسن بطبيعه الحال. عام كله خير للمستمعين الكل المستمعين الكل والكل عائلة اي اف ام الموسعة للناس كل ميرسي ابراهيم رمضانكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. شكرا لكم مستمعينا. سامي لا انت عاد سامي انت كل زمان عامل دي بوردومون ما سير سامي ما يكلمك حد من الناحية. انا كما الناس الكل انا الكوفيد اثر فيا برشا، يعني كي عرفت انه فما اون بانديمي تمس العالم من اليوم ما صدقتش انا باش تكون بانه هكا. نذكر وقتها مره باش نسافر ونقرا في والله لو بروميي ارتيكل سيتي في ديسمبر فما مراه في سوق اسماك شنو قلت هو حاجه عاديه كيما نسمعوها من جيبك ولكن يا ربي عقب في السنين قلت شكون ما لقاش في بول دو نيج وبطبيعه الحال هالي في اللي خلى مليون وتقريبا و700 الف ولا اكثر اليوم يتوفي وربي يرحمه ما في العالم كامل، لكن ان شاء الله خاطر الانسان ديما اثبت انه ينجم يتحدى حاجات معناها بالعلم نتاعو بصبر وبانه يسادابت وهذا الكل نحبوه احنا بانه الناس السادابت لطريقه عيش جديده. نقولوا انه الماسك والجيل والتباعد وكل شيء صحيح جديد ويقلق ويعمل لك حاجه زايده ولكن
هذا هو لازم تكون معها تتعامل. انا سعيد جدا بانه بريتك على المستوى العملي يعني فما حاجات حققتهم وان شاء الله ديما نحاول انه نحقق حاجات نطمح لها. انا وجميله مشينا باش انه خذينا جائزه هي عزيزه على قلبي الجائزه ذي انه غاسين كاغي لانها ايميسيون بديت فيها منذ أربع سنوات وبعد رجعت لها و كيف عرفت شيء في بالك ما يشبش تنجح وبعد كي نجح قلت لها نجح كيف وبعد كي سيتي فريمون شعور ياسر مزيان أنك أحسن إيميسيون ثقافية الناس تسمعها وتشوف اللي زيكون تاحة في الشارع. دونك إن شاء الله العام الجاي يكون خير, إن شاء الله يكون فيه برشا خير برشا محبة وبرشا صحة للناس في العالم كامل نقول وبطبيعة في بلادنا اللي احنا نحبوها. احنا مانيش نكونوا موجودين غدوة ومانيش نكونوا موجودين بعد غدوة توبة. انا موجود ولكن عبد ستار شكون موجود معاكم لبخمية جانفية ان شاء الله معايا بالتليفون في اول اول ايام السنة من العشرة حتى المساعتين بتاع القائلة. دونك اسمعوا ديما يا فام اللي تحتفل بعيد ميلادها التاسع ان شاء الله كل عام هي بخير وانتوما بخير. نتلقى ان شاء الله في العام الجديد للقاء.